فكرة مشروعي هي صناعة صابون الجلسرين الطبيعي. طبعا من خلال حضنة يوكاس تكنولوجيا بدأنا في عملية البحث من أجل الوصول لفكرة، وهي فكرة صناعة صابون الجلسرين الطبيعي. بدأت الفكرة من خلال دراسة الأسواق، وجدنا أن السوق بحاجة إلى مثل هذا المنتج بجودة تكون عالية وبأسعار منافسة. هناك طلب كبير عليه من العامة ومن خلال نصائح الأطباء، فكان لابد من توفيره. ايضا وجدنا انه المنتج لا يتم توفيره بشكل مستمر داخل البلد، فكان لابد من تطوير الفكره من اجل انتاج منتج من خلال مواد موجوده ومتوفره او متاحه داخل البلد بشكل مستمر، وهذا يضمن استمراريه توفير المنتج. من خلال حاضنه يوكاس بدانا بالبحث لحل المشاكل الزراعيه التي تعرض اليها قطاع غزه، فقمنا بإنشاء نواة من مختبر زراعة الأنسجة التكنوبلان، وأيضاً ستساهم الحاضنة بتقديم التسهيلات لتطوير هذا المختبر ليدعم العديد من النباتات الأخرى وزيادة الأصناف بأعداد أكبر. فكرنا في تطوير الطابعات، طبعا كل طابعة كنا نعملها تكون أحسن منها، نعرف عيوب الأولى وإيش نحسن عليها ونضيف عليها. لا وصلنا إنه عملنا أكثر من 20 طابعة، طبعا عملنا أنواع جديدة من الطابعات كطابعة دلتا 3D دلتا 3D برينتر. هذه الطابعة طبعا بتوفر في الوقت اللي كانت تستهلك الطابعات العادية، ودقتها وكفائتها عالية. عاد احنا تطورنا في الموضوع وبحثنا انه وجدنا انه في عندنا ممكن نوفر في الطابعات لذوي الاحتياجات الخاصه.